بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنا خدودة جديدة اسمها ليكاينوكوكاس جرانيولوسس أو دودة الكلب الشريطية القزمية، تتبع كلاس ستوديا، سب كلاس ستودا، أوردر سايكلوفيليديا، فاميلي تنيدي، والإكزامبل عندي اللي هو ليكاينوكوكاس جرانيولوسس. ودي يا شباب من الديدان اللي بتعيش عندي في الأمعاء الدقيقة الخاصة بالكلب، عشان كده سموها دودة الكلب الشريطية. ودي بدأت بطولها تقريبا 3 إلى 5 ملم في الطول، تتكون من جزء صغير، جزء اسمه السكولكس، وبعدين جزء صغير بيقول عليه النيك، وبعدين 3 عقل فقط، الإماتيور والماتيور والجرافيت بروجليتيدز. اول حاجه لو حبيت اخد منطقه الاسكوليكس دي، بتتميز انها بتحتوي على 4 لاترال ساكرز زي ما انتم شايفين، بتحتوي على نون ريتراكتبل روستلم. الروستلم ده مزود بدبل سيركل من الهوكس اللي بيبلغ عددهم تقريبا من 28 ل 50 ريكيرفد هوكس. بعد كده هلاقي بعد كده منطقه النيك، وبعد كده الاماتيور بروجليتيز بتحتوي بس على جيرمينال ماس، وبعد كده الماتيور بروجليتيز، وبعد كده هلاقي الجرافيت عندي ايه، الجرافيت بروجليتيز. اول حاجه بعد كده الماتيور بروجليتيز عشان اخدها هاخد تركيبها ايه في الخارج فقط، اللي هو التركيب اللي قدامي دوت، بيبقى شكلها بالمنظر ده كده يا شباب، بتشبه لحد كبير التركيب اللي موجود عندي اللي انا خدته قبل كده في التنيه. تحتوي على او تايب، الاو تايب هيخرج منها فيتيلاريان، وبعدين يخرج منها يوترس طويل كده، ويخرج برضه منها باي لوبد اوفري، ويخرج منها سيمنال ريسبتيكا اللي هتفتح بفاجينا وتفتح في جينيتال بوربر. تحتوي على العديد برضه من التستس، كل دي تستس بتتجمع في فاز ديفرنس، هتبقى تصب في سيرس حواليها سيرس ساك، وبعدين تفتح برضه في الجينيتال بور. بعد كده الاقي الجرافيت بروجليتيدز اللي مليانه بالبرانشز بتاعه اليوتراس، وتفتح برضو للخارج. ده شكل مين، شكل الدوده اللي عندي اللي هي ليكاينوكوكاس جرانيولوسس، واللي تعتبر هي من اصغر الديدان اللي موجوده عندي، لان طولها تقريبا 3 ل 5 ملم في اللينس. الطول الدوده ديت عشان اعرف دوره الحياه بتاعتها هاخد بالي من الشكل اللي عندي. اول حاجه انا عندي المين هوست هو الكارنيفوروس او الدوجز، الانترميديت هوست اي هيربيفوروس، وممكن يكون يقول انسان كمان. الانسان بيبقى انترميديت هوست في حاله تعامله مع الكلاب، او في حاله اكله اي طعام او شراب ملوث بالبويضات بتاعه الدوده ديت اللي موجوده برده جت من البراز بتاع الكلب. اول حاجه هبدا دوره الحياه ان انا عندي الدوده ديت اللي كاينوكوكوس ليفز ان ذا سمول انتستان اوف ذا دوج، هتخرج لي الاجز مع الفيسز بتاعته. الاجز ديت بتتميز انها شكلها كرويه الشكل، مزوده بغطاء سميك كده، وتحتوي على الهيكساكانس امبريو. هيحصل ايه، ان الهيربيفوروس دوت هو بيعمل جريزنج او بيعمل رعي يعني، فهياكل اي حشائش ملوثه بمين، بالاكس ديت، او ان الانسان هياكل اي طعام وشراب ملوث بالبويضات ديت مع الاسطول بتاع الكلب يعني، او ان الانسان بيتعامل دايركت مع الكلب، فان الكلب ده كان مصاب فكان على الفير بتاعه البويضات بتاعه الدوده ديت، فحصل له الانفكشن كلها او وشربها مع الطعام والشراب بتاع الانسان، فيصاب برده بايه، بالعدوى. ايا كانت الوسيل، ان الهربيفوروس او الانسان وصلت له الاكس ديت فكلها مع الفيجيتيشن، او كلها مع الووتر او الفود اللي هو كونتامينيت يعني، هياكلها فيحصل لها ايه، تدخل جوه الامعاء او المعده بتاعه الانسان عندر نتيجه وجود الجاستريك جوز او العصاره المعديه، فيبدا يعمل ايه، تحفز الاكس ده انها تعمل هاتش وتديني الانكوسفير. الانكوسفير بعد كده يبدا يخترق الانتستينال وولز، ويبدا يصل للبورتال فين، ومنها يحمل للليفر، وبعدين يروح للبورتر سيركيوليشن، وبعد كده يروح للفيزرا، ويبدا يكون عندي حاجه اسمها الهايداتيد سيست او الهايداتيد ايه، او الهايداتيد هايداتيد ساند، بتحتوي على تجديد من الهايداتيد ساند كده، ودي موجوده غالبا داخل الفيزرا بتاعه مين، بتاعه الانسان او بتاعه الانترميديت هوست. قال لك الهايداتيد سيست ديت بصوره كبيره جدا هي بتتطور، وتبقى جواها العديد من السكولكس كده، او جواها العديد من الديدان. الدوده دي او الهايداتيد سيست ديت محاطه بغشاء بيقول عليها الفايبروس كابسول، الغشاء اللي بره، وبتكون من طبقتين اتنين، طبقه كده ساينسيتيوم او مدمج خلوي، والخلايا الفاصله بين الخليه او الجدر الفاصلة بين الخلية حصل لها ايه، تلاشت، وبدأت الأنوية تبقى على بعضها كده، بيقول عليها اللامينيتد لير، وبعد كده طبقة خلوية بتكون من اسم عليها الجيرمنال لير. الجيرمنال دي طبقة منبتة، وهي بتلاقي القدرة عليها تنمو بعد كده، وتديني العديد من ايه يا شباب، من ستيجز من الديفلوبمنت من الاسكوليكس داخل برود كابسولز، داخل خلايا كده جواها العديد من الرؤيسات اللي ممكن بعد كده تتطور وتديني العديد من ايه، من الديدان. وهلاقي في النص كده او في تجويف في التجويف اللي جوه دوت مليان بحاجه اسمها الهايداتيد فلويد، اللي ممكن يصل بعد كده فتره من العمر بتاع الانسان بعد 10 و15 سنه من الاصابه، ممكن يبقى الفلويد دوت تقريبا وزنه 15 لتر ايه، 15 لتر من الفلويد دوت. الهايداتيد سيست ديت كانت موجوده داخل الفيزرا بتاعه مين، بتاعه اي هيربيفوروس، ممكن مين اللي يجي ياكلها بعد كده، ان الكلب هيحصل على العدوى او يحصل له انفكشن، انه بياكل الهايداتيد سيست ديت مع الفيزرا او مع اي حاجه من الديد
او سلوترد هيربيفوروس، يعني كانت عندي ماشيه او اي حاجه ماتت، او ان الفلاح ذبحها وضحى بيها، فالكلب هيحصل ايه؟ هيحصل له العدوى لما بياكل هيدات سيس دي مع الفيزرا، فيحصل له في الحاله ديت ايه؟ حصل لها ساعتها الانفكشن. في ايا كان الكلب حصل عمل انجيشن لمين؟ للهيدات سيس دي، فتتطور جوه السمول انتستن بتاعه الدوج، وهتبدا يحصل لها ايه؟ هتتفتح او تنفجر، تبدا السكولكس الكتير اللي جوه دي تنمو، وتديني العديد من الادلت داخل السمول انتستن بتاعه الدوجز، وتكمل دوره الحياه عادي خالص. وبعد كده تبدا تضغط على الاكز مره تانية وتكمل دوره الحياه بالصوره العاديه. من دوره الحياه دي عرفت ان عندي الدايجنوستيك ستيج للكلب ده، عرفت ان الكلب ده مصاب لما لقيت الاكز موجوده داخل الفيسز بتاعته، وان الكلب دوت هو نفسه حصل له العدوى لما كان مين؟ لما كان الهيداتيت سيست في الفيزره بتاعه الهيربيفورس. طيب ده بالنسبه للانسان بقى، لو عايز اعرف مين الدايجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج للهيربيفورس او الانسان. الانسان عرفت انه مصاب، او الهيربي او الهيربيفورس عرفت انها مصابه لما لقيت الهيداتيت سيست دي داخل الفيزره بتاعتها، او داخل الليفر او الكيدني، او داخل اي عضو من اعضاء الجسم. طيب عرفت انها حصل لها العدوى او الانفكشن ازاي؟ لما كانت مين؟ لما عملت انجيشن للاكز دي نفسها اللي كانت مزوده بغطاء سميك واحتوى على هيكس كانس امبريو، فهي دي بالنسبه للانسان هي الانفكتيف ستيج. يبقى بالنسبه للانسان الانفكتيف ستيج هو الاكز، والدياجنوستيك ستيج هي الهيداتيت سيست في الفيزرا. بالنسبه للكلب هيبقى ايه يا شباب؟ هيبقى العكس. طيب الدوده ديت خطورتها في ايه يا شباب؟ خطورتها في الهيداتيت سيست ده، بالنسبه انا بتكلم دلوقتي بالنسبه للانسان اللي هو بيهمني قوي، اللي هو بيسبب لي عندي مرض اسمه عليه الهيداتيت ديزيز. الهيداتيت ديزيز دي يا شباب بيقول لك ان الهيداتيت سيست دي بتتطور غالبا في الليفر، وبتصل تقريبا في اغلب الاوقات للليفر بنسبه 75%، وممكن تصل لللانكس بنسبه 2%، او تصل للكيدني او السبلين او الماسلز او العظام او اي اشياء تانية في جسم الانسان او اعضاء تانية في جسم الانسان، بس بنسبه ايه؟ طفيفه. الخطوره في الداتا دي انها مع الوقت بتبدا، او في الهيداتيت انها بتبدا تنمو مع مرور الزمن، وممكن تصل حجمها في الاعضاء ل 15 سنتيمتر في الطول. وغير كده كمان ده الفلويد اللي جواها ده هو بيبقى تقريبا، قلت قبل كده ان هو حجم بتاعه ممكن يصل ل 15 لتر ايه الطول بتاعه ده، مع مرور ايه؟ مع مرور الزمن. الخطوره في كل دوت ان السكولكس الكتيره اللي جواها دي ممكن الهيداتيد سيست الواحده تحمل تقريبا ل 2 مليون من السكولكس. خطوره برضو المرض ده مش بس على حجمه الكبير وعلى الفلويد اللي جواه وعلى الثقل اللي بيسببه للعضو اللي موجود فيه، ده الخطوره كمان فيها يا شباب على هي موجوده فين، وقد ايه بتاثر على العضو اللي موجوده جواه، وقد ايه ممكن تعمل بريجر كبير قوي او اوبستراكشن افكت للعضو اللي موجود فيه. ده غير كده ان لا قدر الله لو حصل لها هاتشز او انفجرت وحررت لي عندي، عملت لايبريتنج للهيداتيت فلويد اللي موجوده جواه، ده بيسبب عندي الرجيك رياكشنز كبيره جدا. كمان انها لو الكولكس اللي جواها دي انفجرت، فممكن الكبسولز ديت هتتطور في اماكن تانية مختلفه في جسم الانسان، وتديني الديدان لا قدر الله في جسم الانسان، فهتسبب عندي امراض كبيره جدا. الحاله ديت في الهيداتيت سيست ديت لو قدر الله الانسان اصاب بالاكاينوكوكس ديت، الخطوره ان ملهاش علاج. في الحاله الوحيده لا هو العلاج الجراحي، ان انا بعرف في المكان اللي فيه هيداتيت سيست دي، فبعمل ايه؟ فببدا ان انا اعمل عمليه جراحيه واشيل الهيداتيت سيست دي بالكامل، والكلام ده طبعا بتوقف على فين المكان اللي موجوده فيه، وقد ايه العمليه دي هتبقى خطيره، وهل هي امنه ولا غير امنه، وهل ممكن اصلا انا اقوم بيها، خصوصا لو كانت موجوده مثلا في جزء داخل اللونج او جزء داخل البرين او داخل البون نفسه. فالخطوره من هنا يا شباب، فلابد ان الانسان يبقى حريص جدا وهو بيتعامل مع اي كلاب، ولابد ان لو هيتلو خلاص الموضوع بقى يعني مصمم او انه هيربي كلب، فلازم يديله التطعيمات اللازمه ليه، ولازم يهتم بنظافته الشخصيه، ولازم كمان يا شباب برضو لما حتى لو هيجي ياكل اي طعام او شراب لابد ان يغسله كويس جدا، ومتاكد ان الشراب اللي هيشربه دوت نظيف وامن، ولو اكل خضار يبقى الخضار دوت مغسول كويس جدا عشان يحمي نفسه لا قدر الله من اصابه بمرض خطير زي كده، عافانا الله جميعا يا رب. فلازم للإنسان يبقى حريص جدا شباب في التعامل مع الكلاب، وفي كمان في تناول الطعام.